السلام عليكم. اكتشف فكرة يمكنك تطبيقها في مكان الجهاز أو التيفي بهذه الطريقة. من بعد ما كتجهز الحائط ديالك بطبقتين ديال المعجون الحائط أو لا لاندوي أو لا لوندوي أو لا معرفش كيفاش كتسميه في المكان ديالكم، كتطبق بهذه الطريقة هذه. كتكون مطبق طبقتين أو لا طبقة على الأقل ديال ستيكو، ومن الأحسن ليك تكون خادمه على البياتريز أو البلاكو بلاتا. كتبدي تصاوب العروق ديالك بهذه الطريقه، الجري يعني ستيكو ابيض كتزيد له ليتان تكحله كيولي جري، وكتزيد تهز معاه واحد شويه ديال الابيض كيف ما كتشوف امامك بقطويات صغار كيكونوا هادو ديال الانوكس، كيكونوا خمسة او لا ستة مجموعه كامله. كتكون دير واحد 30 درهم 40 درهم على حساب المكان اللي كاين فيه او لا توجد فيه. وكتبدي دير الرماج ديالك بهذه الطريقه، يمكن لك ديرها بيديك وفي نفس الوقت كتستيكيه بنفس الكوطو اللي كتشوف فيها هاد الصغيرة. كتبدي تجمع هداك الشيء شوية بشوية. ضروري خصك تكون ممرن يديك الا بغيت تعرف كيفاش تمرن يديك وتتبع هاد الخطوات وتتعلم لهاد الشيء، حيت هذا واخا تكون معلم ستيكو خصك ضروري تمرن يديك وتتبع الناس تشوف كيفاش كيخدمو وكتخدم بحالهم. اوكي، من بعد ما كتسارجي الحائط ديالك كتولي تستيكيه بنفس الكوطو بهاد الطريقة، كتحيد كاع هداك الزيادات من الحائط عكس الاتجاه اللي صوبت به نتايا الرماج او لا بنفس الاتجاه. المهم تحيد هذاك الشيء بالكامل وما تخليش العروق او لا لي جراند. وبهذه الطريقه هذه كتفوت على الحائط ديالك بالكامل في الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه يعني هي اللي غادي دير فيها الرماج هذا. الا بغيت هذا العرق يبقى بعيد يعني كيبقى يبان بعيد، ومن بعد كتزيد فوق ستيكو بالشيتة ديال الرسم، كتزيد فوق واحد الطبقة ديال ستيكو ابيض تكون خفيفة، يعني تكون زايد لها مبريباريها زايد لها شوية ما باش تولي جارية باش ما تكوفريلكش العرق ديالك بالكامل. وخصك تضرب حساب الا ما كانش عندك البونسوز خصك ضروري ما تخدمش هذه الفكره هذه. الا طاحت لك شي حاجه في الارض بحال هذه خصك تحيدها في البلاص وتحيد حتى لاطراس ديالها باش مين تجي تفيني الحائط ديالك ما يبقاش يبان الديفو ديال هذيك النقطه اللي طاحت لك. بهذه الطريقه ضروري هذا الشيء كيتخدمي بلاتي وكيشد الوقت، حيت الا درت شي حاجه ماشي تال تما غادي تضيع الحيط ديال الناس وصعيب باش تولي تصلح الحائط ديالك. علاش كنقول لكم الخوت صاوب شي بلاكه في الدار بغات تكون لوحه او لا شنو هي اللي بغات تكون كتخدم عليها. اي حاجه تزاد في الحائط ما عجباتكش كتحيدها في البلاص بالبونجا ديال الماء، وهذا الشيء اللي كاين.